شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد، وشكرا لضيوفه الكرام كابتن ميشو نجم نادي الاتحاد في فتره التسعينات واوائل الالفينات، نجم كره السله في نادي الاتحاد السكندري، والكابتن محمد السرعاوي هداف لوس انجلوس وايقونه كره السله واسطوره كره السله المصريه والاهلاويه. بسم الله الرحمن الرحيم، السيدات والساده، مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، اقول لكم الرياضي احمد مناع يحييكم من صاله واحد استاد القاهره وقناتكم المفضله قناه النادي الاهلي لنقل جيم 1 المباراه الاولى، اولى المواجهات بين الاهلي والاتحاد نهائي كاس السوبر او دوري السوبر لموسم 23-24. استعراض لتشكيله الفريقين، مايكل ديكسون، عبد الرحمن خالد، يوسف شحاته، هيثم كمال، دولا، ميدو طه، انس اسامه، يوسف شوشه، احمد ابو العلبي، ابو ياسر صالح، علي محمد، جاسر الكيكي. ده تشكيل نادي الاتحاد والقاده الفنيه للكوتش احمد عمر. اما الماتادورز الاهلاوي، الاهلي براندون عمر، عزب، ايهاب امين، عمرو الجندي، مروان سرحان، سيف سمير، كيجو، كريم حاتم، مهيب، ابو النصر، عمر طارق، ومحمود وحيد. القاده الفنيه للسنيور اوجستي جول ببوش ومعاوناه كابتن احمد الجرحي، كابتن رامي ياسي، مدير الفريق الكابتن طارق الغنام، واداري الفريق الكابتن وليد الخراط. بالستارت لاين اب لنادي الاتحاد اليوم او الخماس اللي هيبدا بيه كوتش احمد عمر، مايكل ديكسون 0، يوسف شحاته 3، انس اسامه 10، احمد ابو العلا بيبو 14، ياسر صالح 20. اما الستارت لاين اب او الخماس اللي هيبدا بيه السنيور اوجستي، براندون رقم 1، ايهاب امين 4، سيف سمير الكابيتانو 8، ابو النصر 23، عمر طارق 55. حكام اليوم هو مارتن من لاتفيا وجانس من لاتفيا وروبرتو فاسكيز من بورتريكو. على بركه الله بدايه احداث من سلسله النهائي او السيريز بيست اوف 5 جيم 1 الاهلي والاتحاد من صاله رقم 1 باستاد القاهره. متواجد النهارده طبقا للقرارات اللي خدها الاتحاد المصري كرة السلة 500 مشجع من كلا الفريقين. وعلى بركة الله جامبول أول وأخير في أحداث المباراة، والحيازة أهلاوية لبراندون. يبدأ الهجمة براندون، براندون بالسكرين على طول يسلم لإيهاب أمين، إيهاب ياخد السكرين بيكندرول مع عمر طارق، لسه إيهاب، إيهاب على الميديم شوط أولى المحاولات لكن إير بول، ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند انس اسامه، يسلم لديكسون، مايكل ديكسون لانس مره ثانيه بالهاند اوف مع ياسر صالح، ياسر يسلم على طول يوسف شحاته، يتولى رقبته براندون، الاهلي في المان تو مان، يوسف شحاته يطلع على طول، وادي اولى الثلاثيات واولى المحاولات من احمد ابو العلا بيبو لكن لا يسجل، ديفنسيف رواند ولا اروع من البيج او لابو النصر، يقلب الملعب على طول للبوب ايهاب امين، ايهاب في الدرايف، ايهاب يقلب السكيب باس تصل الى سيف سمير، سيف في البيز لاين يسلم لعمر طارق تحت الباسكت في ال1 ان 1، عمر طارق لكن تتقطع منه وهنا خطا شخصي وفاول، اولى الاخطاء الشخصيه على عمر طارق. اول الاخطاء الشخصيه على عمر طارق والحيازه لنادي الاتحاد. مايكل ديكسون، ديكسون في الدرايف واحد على واحد طلع كيك اوت على طول عند ياسر صالح في الاكسترا باص عند مايكل ديكسون في البيز لاين على اوبن شوت ما بيسجلش لكن هنا في خطا شخصي وفاول على محمد ابو النصر. ثاني الاخطاء الشخصيه على نادي الاهلي والخطا الاول على ابو النصر. تو شوتس ورميتين حرتين لصالح مايكل ديكسون. ديكسون على الفري ثرو الاول. خارج قائمه النادي الاهلي للاصابه هو عمرو زهران ومؤمن خيري ويوسف المعداوي، واحد اهم الاخبار واجملها ان عمرو زهران ان شاء الله في خلال او غصون شهر سيبدا التدريبات في الملعب باذن الله. الحمد لله على السلامه يا عمرو، وسلامات لمؤمن ويوسف المعداوي. فريسو اول ورمي حره اولى ناجحه لمايكل ديكسون، اولى نقاط احداث كوارتر اول بعد دقيقه و10 ثواني. ينجح مايكل ديكسون في تنفيذ الفريسو الاول، وعلى الفريسو الثاني ينجح ايضا في تسجيل الفريسو. يضغط نادي الاتحاد، يستلم براندون على طول، براندون عدى براندون يسلم ليه سيف سمير، سيف بالهاند اوف مع ايهاب امين، ايهاب يعدي بالسكرين، لسه ايهاب في البنتريشن، ايهاب في ال1 اون 1، اخر ست ثواني في زمن الهجمه، ايهاب واحد على واحد، ايهاب بالسكرين، ايهاب في الدرايف ثلاث ثواني،
يسلم لبراندو اكسترا باص عند سيف، سيف على اوبن شوت ما بيسجلش، بيبو على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لمايكل ديكسون. مايكل يبدا الهجمه، مايكل يقلب الملعب لبيبو، بيبو بالهاند اوف مع يوسف شحاته، مانتومان لازال النادي الاهلي، يوسف شحاته في الدرايف واحد على واحد يطلع الكره كده، لكن هنا دفاع قوي من النادي الاهلي والاوتسايد للصالح الاهلي والاهلاويه. اوتسايد اهلاوي والضغط التحداوي، يضغط نادي الاتحاد من اول ملعب على براندون عن طريق يوسف شحاته في المان تو مان. عدى براندون، براندون بالسكرين مع عمر طارق، لسه براندون لإيهاب، إيهاب تحت الباسكت، عمر طارق في الوان ان وان يلف وارتكز بيمينه، وعمر طارق ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ياسر صالح، ياسر في الاول زاوية، ياسر قطع له بيبو، بيبو يروح على الباسكت ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاتحاد عشان يوسع الفرق الى 4 نقاط مقابل لا شيء لصالح نادي الاتحاد. يبدا براندون ويسلم لعمر طارق، طارق لإيهاب امين، إيهاب لسه إيهاب ينتصر السكرين من عمر طارق، عدى بالسكرين لسه إيهاب، إيهاب في الدرايف واحد على واحد، إيهاب يسلم سيف سمير، الإيهاب مرة تانية آخر 3 ثواني لازم يشوط، شاط فعلا إيهاب أمين من بعيد لكن ما بيسجلش، يلم على طول مايكل ديكسون، مايكل يبدأ مايكل هجمة، السكيب باس على طول عند ياسر صالح، لسه مايكل، يوسف شحاتة يستلم، يوسف مع براندون يحاول يقطع منه كرة عمل للسيل لكن نجح فاز عليها، يوسف شحاتة يسلم مايكل ديكسون على الميديا بشوط بيشوط ما بيسجلش، أبو النصر في الديفنسيف ريباوند، أبو النصر الاول زاوية ابو النصر لازم يهدى، سلم على طول قلب الملعب على طول لبراندون، براندون طلب السكرين، عدى براندون، براندون لسه في درايف براندون لكن عايز يطلع كده كيك اوت لسيف سمير، لبراندون مرة تانية، براندون على 3 بوينت اولى الثلاثيات، براندون تشيلدرس ينجح في اضافة اول 3 نقاط في احداث كوارتر اول امام نادي الاتحاد، نهائي دوري السوبر وهنا في توقف من مارتن الحكم اللاتفي، ثلاثية براندون مارتن كوزولوفسكي الحكم اللاتفي، تم نقل المقصورة الرئيسية وزي كده زي ما حضراتكم شايفين في أرض الملعب زي على طريقة البال لو كن حضراتكم فاكرين. اوتسايد للاتحاد، عود الى ارض الملعب مره ثانيه، ياسر صالح يطلع الاوت، يسلم على طول لانس اسامه، انس في الون وان معايا سيف سمير، انس في الون وان ما زال انس، لسه انس حاول يلعب يعدي يطلع على طول ياسر صالح، ياسر في الميديم يشوط اوبن شوت ما بيسجلش، عمر طارق ديفنسيف ريباوند ولا اروع، يسلم على طول لبراندون، براندون يقلب الملعب ويخلي ايهاب امين هو في مركز البوينت جارد، ايهاب سلم لسيف سمير، سيف قطع له ايهاب بالهاند اوف على طول مع براندون، براندون براندون عدى براندون اوبن على 3 بوينت براندون لكن ما بينجحش في التسجيل وهنا خطا شخصي وفاول لصالح براندون، خطا شخصي وفاول على نادي الاتحاد لصالح براندون. ما زال الملعب متوقف لكن براندون تم احتساب خطأ شخصي ليه، براندون في حوار دائر كده ما بين روبرتو فاسكيز ومارتن اللاتفي وثلاث رميات حرة لصالح براندون تشيلدرس المحترف الامريكي للنادي الاهلي 26 سنة قادم من الدوري الالماني 1.85 متر. براندون على الفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى ينجح في التسجيل. براندون على الفري ثرو الثاني والرميه الحره الثانيه. ينجح في التسجيل ايضا. ياتي بالتقدم الاول للاهلي والاهلاويه 5-4 على 3 بوينت. 3 محاولات للنادي الاهلي نجح في تسجيل محاوله وحيده عن طريق براندون، اما نادي الاتحاد محاوله وحيده لم ينجح في تسجيل على 3 بوينت حتى هذه اللحظات. براندون فري ثرو الثالث ينجح في تسجيله، اول 6 نقاط للاهلي والاهلاويه عن طريق وامضاء براندون تشيلدرس. مايكل ديكسون
يسلم على طول ياسر صالح. ياسر من تبان لازال النادي الاهلي. يقلب على طول لانس اسامه. انس يسلم ليوسف شحاته. يوسف على اوبن شوت شوت لكن ما بينجحش في التسجيل. يلم على طول ايهاب امين في ديفنسيف ريباوند ولا اروع في الاول زاويه. ايهاب ايهاب بالكروس اوفر يعدي. ايهاب في البنتريشن. ايهاب راح وصل لكن لا يسجل. تصل الكره الى يوسف شحاته. يوسف يسلم لديكسون. مايكل ديكسون يقلب الملعب على طول ياسر صالح قطع له بيبو. بيبو في الدرايف واحد على واحد ينجح في تسجيل نقطتين وياخذ معاهم الاند وان والخطا الشخصي والفاول على سيف سمير. باسكت كاونت خطا شخصي على سيف سمير واند وان لاحمد ابو العلا بيبو. بيبو على اند وان ينجح في التسجيل. يبدا الاهلي الهجمه 6-6 التعادل. يسلم على طول للسيف سمير. سيف او 7-6 عفوا النتيجه. براندون براندون بالسكرين. براندون عدى لسه براندون يقلب الملعب لابو النصر في الدرايف واحد على واحد من ميدل. ابو النصر راح وصل لكن ما بيجحش في التسجيل يزوق معاها كده لكن تصل الى ياسر صالح. ياسر يتم تعطيله كده والديلي هنا في خطا شخصي مارتن. هنشوف حسب الخطا الشخصي ولا يعني خلينا معاه كده ونشوف. يعني هو واضح ان في حاجه ثانيه. واضح ان في شيء ثاني. باسكيس ومارتن في حوار كده. واضح ان كان في شيء في الساعه نفسها او حاجه في الملعب وهم وقفوا الملعب. مارتن اللاتفي ده اللي قدام حضراتكم. يبدا الهجمه نادي الاتحاد عن طريق انس اسامه. تقدم الاتحاد فرق نقطة 7-6 لصالح نادي الاتحاد. ديكسون عدى ديكسون بالسكرين. ديكسون في درايف واحد على واحد لازم حد يقابله هنا لكن ما بينجحش في التسجيل ويحصل على خطأ شخصي وفاول بتو شوتس لصالح مايكل ديكسون. الخطأ الشخصي على محمد أبو النصر. يحتسبه جايد سايلنس اللاتفي. شوفوا مرة ثانية هنا درايف هنا رايح كان لازم حد يقابله هنا الفاول والخطا الشخصي على ابو النصر والتو شوتس لمايكل داكسون. مايكل داكسون على الفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى. مايكل نجح في تسجيل رميتين حرتين في بدايه احداث الكوارتر الاول. مايكل فري ثرو اول ينجح في التسجيل. انتصاف احداث كوارتر اول 4:54 على نهايه احداث الكوارتر الاول. تقدم نادي الاتحاد بفارق النقطتين 8-6. مايكل ديكسون والفري ثرو الثاني. ينجح ايضا في التسجيل سجل 4 نقاط حتى هذه اللحظات اعزائي المشاهدين. يبدا الهجمه ايهاب امين على طول. في مقابل توب سكورر في النادي الاهلي هو براندون ب6 نقاط ثلاثيه و3 رميات حره. ايهاب ايهاب في الدرايف واحد على واحد. ايهاب يطلع كيك اوت لعمر طارق. عمر طارق في البنتريشن. عمر طارق في الوصول. عمر طارق في الضنك ينجح في تسجيل نقطتين يضيع بيهم الفرق الى نقطه وحيده لصالح نادي الاتحاد. مايكل ديكسون. مايكل بالسكرين من بيبو. مايكل في الدرايف قبله على طول مراد سيف سمير على الميديم شوت شوت لكن ما بيسجلش. عمر طارق بيحاول معاها لكن لاست تاتش على انس اسامه. لاست تاتش على انس اسامه. ده هنا لا لاست تاتش على انس اسامه. هل هو مارتن؟ في حوار تاني ما بين مارتن وفاسكيز روبرتو فاسكيز. وادي هنا الستوبن حلو قوي والدنك ولا اروع من عمر طارق البيكو. ينجح في تسجيل نقطتين. اوتسايد للاتحاد. اوتسايد للاتحاد.
استلم على طول مايكل داكسون، يسلم لابو احمد ابو العلا بيبو على 3 بوينت ما بيسجلش، يلم على طول براندون، براندون يبدا الهجمه، براندون براندون لعمر طارق على الانسايد تحت الباسكت عن طريق عمر طارق، براندون براندون اوبن شوت، براندون على 3 لكن ما بيسجلش. عمر طارق بيحاول كده معاه هاب امين لكن تصل الى مايكل داكسون، مايكل يطلع رقبته على طول، محمد ابو النصر، يوسف شحاته درايف يطلع على طول لانس اسامه، انس اسامه في 1 1 يلف ويرتكز، لسه انس يسلم تحت الباسكت لكن الهلب موجود، لسه الكوره حائره تصل عند انس اسامه لكن اللي بيشوط الثواني الاخيره ما بينجحش في التسجيل، ديفنسيف ريباوند على طول من البوب ايهاب امين، ايهاب 1 1 on ايهاب في الاول زاويه، ايهاب بص ايهاب يلف ويرتكز بالفيدا وينجح في تسجيل 2 بوينت جديده عشان ده يوسع الفارق الى نقطه واحده للصالح الاهلي والاهلاويه. مايكل داكسون يسلم على طول لانس اسامه، انس بالهاند اوف مع شحاته لداكسون مره ثانيه، داكسون يعدي بالسكرين من بيبو على الميديم شوت يشوت لكن ما بيسجلش، يلم على طول مين المره دي اللي لم وعمل ديفنسيف ريباوند، البوب ايهاب امين يسلم لبراندون سيف سمير، براندون براندون لسه براندون، براندون بالسكرين، براندون في درايف لسه براندون لسيف سمير، عمر طارق بساط سريعه الهاند اوف على طول عند ايهاب امين، ايهاب من بعيد ايهاب شاط ايهاب لكن ما بتجحش في التسجيل، يلم على طول احمد ابو العلابي ويبدا الهجمه عن طريق انس اسامه، انس يعدي في الاول زاويه، انس سلم ليوسف شحاته بالسكرين، يوسف شحاته في الدرايف من البيز لاين، انس اسامه على الميديم شوت يشوت لكن ما بيسجلش، او بيك او على طول ديفنسيف ريباوند، يبدا الهجمه على طول ايهاب امين، 10 9 لصالح النادي الاهلي، هاند اوف على طول لبراندون، براندون سلم تحت الباسكت لعمر طارق، روعه الروعه يا عمر، ينجح في تسجيل نقطتين الباك سبين ولا اروع، وياخد معها الاند وان والخطا الشخصي على مين؟ على انس اسامه، اولى الاخطاء الشخصيه على انس لكن الاسيست من براندون والسبين موف ولا اروع من عمر طارق، يوسع الفارق الى 3 نقاط للصالح الاهلي والاهلاويه، يخرج سيف سمير ينزل كيجو وينزل ايضا كريم حاتم بدلا من محمد ابو النصر. اند وان لعمر طارق. ما بينجحش في التسجيل، يحاول معاه كيجو كده لكن يلم على طول براندون او عفوا مايكل داكسون، مايكل داكسون على طول ليه؟ هيثم كمان لسه نازل دلوقتي مكان انس اسامه، داكسون مع كريم حاتم، داكسون في درايف واحد على واحد لكن الكره كده تتحسب على مين؟ اللاست تاتش حسبه على مايكل داكسون والاوت سايد للصالح النادي الاهلي. توب سكورر في نادي الاتحاد هو مايكل داكسون 4 نقاط وياتي قبله احمد ابو العلا بيبو بخمس نقاط، اما النادي الاهلي براندون يتولى المقدمه بست نقاط، ياتي وراه عمر طارق باربع نقاط كتوب سكورر في النادي الاهلي في احداث الكوارتر الاول. الاوتسايد اهلاوي يتم تغيير الكره، واضح ان الكره الاولى فيها مشاكل او مش على المستوى القانوني لكن خلينا مع المباراه. كريم حاتم يبدا الهجمه، كريم كريم يسلم على طول كيجو، كيجو مع براندون بالهاند اوف، دولا يعود الى يشارك المره الاولى في الملعب، براندون براندون لسه براندون يقلب الملعب لايهاب امين، ايهاب في الدرايف واحد على واحد، ايهاب يلف ويرتكز براندون اوبن شوت، براندون لينجح في تسجيل 3 نقاط ولا اروع، براندون شيل دريس على طول، كوتش احمد عمر يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي اللي وسع الفارق الى 6 نقاط بعد 3 بوينت ولا اروع من براندون شيلدرس. تايم اوت، كوتش احمد عمر مدير فني نادي الاتحاد، تعال نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. Everybody stand still, okay? So, up, pass, have legs, give your good legs.
all the time. You see the screen and everybody's trying to steal. Go your set play and move and put the ball side to side and attack them. Okay, here and there. Okay? Hey! Quiet! Hey, they're in bonus. Most people foul, don't send them to a foul line. No easy pick up pops with Isaac right now. And only break it, only break it. There is an early pick with Isaac. التايم اوت اللي طلبه كوتش احمد عمر توب سكورر في النادي الاهلي حتى هذه اللحظات هو براندون شيلدريس برصيد 9 نقاط يقابله احمد ابو العلا بيبو ب5 نقاط في التوتال ريباوند ايهاب امين يتولى المقدمه ب3 امام انس اسامه ب3 ريباوندات ايضا الاسيست ايهاب امين اسيست وحيد ياسر صالح ب3 اسيست يبدا النادي الاهلي بالبريس فول كورت مايكل داكسون عدى مايكل سلم على طول لهيثم كمال هيثم لسه هيثم يقول بالهاند اوف يا دولا استلم دولا ومعاه هنا براندون لكن هنا في خطر شخصي وفاول على براندون تشالدرز الامريكي صاحب ال 26 عام وتو شوتس ورميتين حرتين لصالح احمد دولا 6 نقاط هو الفارق دقيقه 27 سنه متبقيه على نهايه احداث كوارتر اول اعزائي المشاهدين دولا على الفري ثرو الاول الرمي الحرة الاولى دولا احمد عادل لا يسجل فري ثرو ثانيه ورمي حرة ثانيه لاحمد دولا لا يسجل ايضا البي جو على الديفنسيف ريباوند واللاست تاتش على احمد ابو العلا بيبو والاوتسايد الاهلاوي يبدا الهجمه على طول كريم حاتم كريم في بدايه الهجمه اخر دقيقه 20 ثانيه في احداث كوارتر اول يسلم على طول لكيجو كيجو بالهاند اوف مع براندون براندون بالسكرين ويتولى القبط شوشه براندون بالري سكرين لسه براندون يقلب على طول ملعب لايهاب امين ايهاب 1 اون 1 ايهاب في التو مانز لسه ايهاب لسه ايهاب ايهاب على الاوب على 3 بوينت لكن بعيد قوي ايهاب ما بيلجاش في التسجيل هل هنا لمس الرينج ولا لا لكن مارتن بيقول لا 24 ثانيه 24 سكند ايفالويشن والحازه للاتحاد يضغط النادي الاهلي في البريس فول كورت على نادي الاتحاد لا ما لمستش لمست بعد الصفر شكرا لعاده وشكرا لمخرجينا يبدا على طول نادي الاتحاد الهجمه على الطريق احمد دولا دولا عدى قبل الثمان ثواني دولا دولا لسه دولا على 3 بوينت دولا يشوط لكن ما بيرجعش التسجيل كريم حاتم على طول ديفنسيف ريباوند في الاول ذا واي بص كده كريم وهدي على ملعبه وسلم عمرو الجندي لسه نازل حالا بدلا من ايهاب امين براندون براندون طلب السكرين براندون عدى براندون في كندرول مع كيجو كيجو في الوصول كيجو في هنا كيجو خد خطا شخصي وفاول واحتسبه اللاتفي مارتن وتو شوتس وحيازه او رميتين حرتين لصالح مصطفى كيجو كيجو على الفري ثرو الاول شاف عمر عزب مجري عمليات الاحماء فري ثرو اول لكيجو لا يسجل فري ثرو ثاني ورمي حره ثانيه ليه مصطفى كيجو اخر 27 سنه متبقيه في احداث كوارتر اول فري ثرو ثاني لا يسجل ايضا البي جو على الاوفنسيف لكن طبعا من ايده كده تصل الى دولا دولا يبدا الهجمه دولا 15-9 لصالح الاهلي والاهلاويه ميدو طه لكن هنا روبرتو فاسكيز يقف بالملعب مره ثانيه يا ترى في ايه المره دي محدش انس اسامه هيغير مكان احمد ابو العلا بيبو هيجري تغيير كوتش احمد عمر خرج بيبو نزل انس اسامه ومروان سرحان بدلا من عمر طارق عمر طارق 4 نقاط 3 ريباوند
3 ريباوند زي ما قلت لحضراتكم، دي ارقامه في احداث الكوارتر الاول. 9 دقائق 23 ثانيه لعبهم عمر طارق منذ بدايه الكوارتر. كل الناس بتقول يا رب، هو ده شعار وتشجيع وهتافات جماهير النادي الاهلي. اخر 19 ثانيه متبقيه في عمر احداث كوارتر اول. براندون وهنا جانيس يتابع مع ترابيزه الحكام. اخر 25 ثانيه متهيألي حوار كده ما بين اللاعبين بيستغلوا فيه توقف المباراه. تقابل الفريقان 6 مرات في احداث هذا الموسم. بدات المباراه الاولى ما بين فريقين في البطوله العربيه في السيمي فاينال، واستطاع الاهلي الفوز على نادي الاتحاد، ثم العوده الى البطولات المحليه في نصف نهائي دور المرتبط. فاز في الجيم الاول نادي الاتحاد، ثم عقبه الفوز فوز النادي الاهلي في الجيم الثاني ووصوله الى النهائي وتغلبه على نادي سموحه في نهائي دور المرتبط. ثم تقابل الفريقان في المرحله الترتيبيه من الدوري، استطاع الاهلي الفوز على نادي الاتحاد في ملعب الشاطبي معقل نادي الاتحاد السكندري، ثم استطاع نادي الاتحاد فوز على النادي الاهلي في ملعبه في صاله الامير عبد الله الفيصل. ثم تقابل الفريقان في اخر مواجهات كان امام في كاس مصر، واستطاع نادي الاتحاد الفوز على النادي الاهلي، وتصبح السلسله حتى هذه اللحظات 3-3 في 6 مواجهات، والنهارده المواجهه 7. ما زلنا في انتظار استكمال احداث اللقاء. يوسف شوشه، احمد دوله، انس اسامه، ميدو طه، ايسر كمال، الخماسي المتواجد اون ذا فلور او على ارضيه الملعب النادي الاهلي، عمرو الجندي، كريم حاتم، ومروان سرحان، كيجو، والخامس فاسكيز ومارتن في حوار جانبي. محمد دمياطي ضماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي متواجد في الملعب، والحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد أيضا متواجد في الملعب برفقة الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، والكابتن عمرو مصلحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة. تعليمات أخيرة من كوتش أحمد عمر يقابلها أيضا، تعليمات من كوتش أوجوست. كابتن وائل صبحي وحوار مع جانيس زي ما حضراتكم شايفين، وروبرتو ومارتن. خماسي الاهلي كريم حاتم، عمرو الجندي، براندون، كيجو، ومروان سرحان. ده المتواجد امامنا هو انس اسامه. روبرتو فاسكيز من بورتريكو. حوار جانبي، هل هو اعتقد ان هو شيء خاص بالساعه، يعني اعتقد هذا ده شيء خاص بالساعه، ساعه الملعب. واضح ان في مشكله، فهل هيتم اللجوء الى اللعب اليدوي او اللي هو الساعه تبقى يدويه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي، ولازم يتم اخذ راي الاثنين هيد كوتش. اعتقد ان هو شيء خاص بالسعر. لسانا في اللقاء 15-9 لصالح النادي الاهلي، نهائي دوري السوبر. هيثم كمال 1-1، هيثم كمال 1-1، يلف وارتكز يلف وارتكز، راح لكن وينجح في تسجيل نقطتين، يدق بهم الفرق الى 4 نقاط. براندون بيقول كوتش اوجوست بيقول له 10 ثواني لسه. براندون 5 ثواني. براندون الفيدباك، يطلع كيك اوت، مروان سرحان على الاوبن شوت في 3 بوينت، روعه الروعه. مروان سرحان ينجح في تسجيل 3 نقاط عشان يوسع الفارق الى 18.
11 للصالح الاهلي والاهلاويه، 7 نقاط هو الفارق بالثلاثيه من مروان سرحان واسيست من براندون شيلدرس اللي بينجح في اضافه 3 نقاط ويوسع الفارق الى 7 نقاط. اعزائي المشاهدين استراحه قصيره ما بين احداث كوارتر اول وثاني، نعود اليكم سريعا في احداث الكوارتر الثاني فلا تذهبوا بعيد. تاني اعزائي المشاهدين لبدايه احداث كوارتر ثاني، اللي ما كانش متابع معانا نتيجه احداث الكوارتر الاول بتقدم النادي الاهلي بفارق 7 نقاط 18-11 للاهلي والاهلاويه. بدايه احداث كوارتر ثاني، الحيازه التبادليه لصالح نادي الاتحاد، دولا بالسكرين معانا سوسامه وهيثم كمال وميدو طه يوسف شوشه، ده خماسي نادي الاتحاد اون ذا فلور او على ارض الملعب. أنا سوسامة في الباك سبين والميديا بشوط يشوط ينجح في تسجيل أول نقاط أحداث كوارتر تاني. كريم حاتم، عمرو الجندي، براندون كيجو و مروان سرحان صاحب الثلاثية الأخيرة في مع البازر بيتر لفريق النادي الأهلي. براندون يحاول يعمل درايف لكن في اللاست تاتش كده وتخبط في قدم أنا سوسامة والأوتسايد للصالح النادي الأهلي. الأوتسايد أهلاوي 13 ثانية على زمن الهجمة. استلم على طول عمرو الجندي، عمرو يسلم لبراندون، براندون على 3 بوينت براندون لكن ما بيسجلش، حاول معاه كيجو لكن تصل في الاخير الى ميدو طه، ميدو في الاول زاوية، ميدو يعدي بالكروس اوفر، ميدو لسه في الدرايف واحد على واحد، ميدو قاطع له لكن السين ولا اروع، وثلاثه على اثنين من عمرو الجندي لكريم حاتم. ان يور فيس دانك، ان يور فيس دانك، كريم حاتم ينجح في تسجيل ولا اروع من كده باسكت ويسجل نقطتين يعلي بيهم الفرق الى 7 نقاط. انس اسامه، انس اسامه في الوان ان وان مع كيجو، انس يطلع كيك اوت عند هيثم كمال، هيثم في الباك سبين يسلم كده على طول، يسلم لدولا، دولا بالسكرين، عدى دولا بالبنتريشن، يطلع كيك اوت عند هيثم، هيثم على 3 بوينت يشوط ما يسجلش. الجندي على طول ديفنسيف ريباوند لكريم حاتم مره ثانيه للجندي، الجندي بالفلوتر شوت، الجندي ينجح في تسجيل نقطتين يعلي الفارق الى 22-13 للاهلي والاهلاويه، 9 نقاط هو الفارق للصالح النادي الاهلي. يبدا هجمه دولا على طول، ما انتم لا زال النادي الاهلي، سكرين من انس اسامه لدولا، يتراجع كده بالبول باك ويشوط ميديم شوت ينجح في تسجيلها دولا، ينجح في تسجيل نقطتين دولا، يبدأ الفارق الى 22-15، 7 نقاط هو الفارق للصالح الاهلي والاهلاويه. عمرو الجندي بالسكرين، عمرو الجندي لكن هنا في صفره، هنشوف الفاول اعتقد هنا اوفنسيف فاول على كيجو اعتقد هذا، لكن كريم حاتم لعبه الدنك ولا اروع، فصل بريك نموذجي من بدا بستيل على طول من عمرو الجندي، على طول كريم حاتم خد بوزيشن 2 وجري على الفصل بريك وسجل دنك ولا اروع. دولا يبدا الهجمه بعد اوفنسيف فاول كده على كيجو، فاول وخطا شخص ثاني على كريم حاتم، خطا شخص على كريم حاتم والحيازه ما زالت لنادي الاتحاد. 9 ثلاثيات النادي الاهلي شاطهم حتى هذه اللحظات، نجح في تسجيل 3 مقابل 4 ثلاثيات او 4 محاولات على 3 بوينت، نادي الاتحاد لم يسجل. هندوف على طول مع ميدو طه، ميدو في البنتريشن، ميدو على الميديم شوت قصيره ما نجحش في التسجيل، يلم على طول كيجو يسلم لبراندون، براندون تيرن اوفر وباد باص كده يحاول يلحق انس اسامه ما بيلحقش ويسلم على طول ويقطع مروان سرحان، يهدى عمرو الجندي على ملعبه. عمرو الجندي، عمرو درايف، عمرو الجندي 1 ان 1، عمرو الجندي في البنتريشن، حظك وحش يا عمرو، ينجح في الحصول على خطا شخصي وفاول، اعتقد الخطا الشخصي هنا على انس اسامه. خطا شخصي وتو شوتس لصالح عمرو الجندي وتغيير ايهاب امين، هنشوف بدلا من براندون، ايهاب امين يدخل يعود الى ارض الملعب بدلا من براندون شيلدرس. فريسلو اول ناجحه لعمرو الجندي، فريسلو ثاني ورمي حره ثانيه لعمرو، لا يسجل، حاول معاه كيجو كده لكن تخبط في ايد كيجو وتطلع اوتسايد لصالح نادي الاتحاد.
راندون هو توب سكورر في النادي الاهلي في الفرقتين حتى هذه اللحظات بتسع نقاط. يعود مايكل ديكسون لارض الملعب. دولا يستلم، دولا على 3 بوينت يشوط ينجح في تسجيل ثلاث نقاط، اولى نقاط احمد دولا ينجح في تسجيل هدايا الفارق الى 23-18 لصالح الاهلي والاهلاويه. خمس نقاط هو الفارق. ايهاب امين، ايهاب لسه ايهاب لسه ايهاب سيطر الكره على ايهاب ونجح انه ياخذ خطا شخصي وفاول على احمد دولا رقم 7 من نادي الاتحاد. اوتسايد لصالح الاهلي 23-18 7 دقايق متبقيه على نهايه احداث الفتره الثانيه والكورتر الثاني. شوف الفاول مره ثانيه. يبدا النادي الاهلي هجمه عن طريق عمرو الجندي. عمرو يقلب على طول لكريم حاتم. كريم في الدرايف، كريم البيز لاين، كريم روح، كريم وصل، كريم سجل كريم نقطتين عشان يوسع الفارق مره ثانيه الى 25-18 7 نقاط هو الفارق. مايكل ديكسون في الدرايف مضغوط عليه، مايكل يسلم لانس اسامه، انس في الدرايف، انس في الون ان وان يلف ويرتكز بالهوك يشوط لكن ما بينجحش في التسجيل. مروان سرحان ديفنسيف ريباوند ولا اروع، يسلم للجندي. الجندي لازال الجندي يمتلك الكره، سيطر على الكره يا جندي، جندي بالسكرين عدى قلب الملعب على طول الناحيه الثانيه لكريم حاتم، سلم لكيجو تحت الباسكت، كيجو يلف ويرتكز، كيجو ينجح في تسجيل نقطتين وسع الفارق اكيجو الى 9 نقاط 27-18 دولا في الوان ان وان قفله حلو قوي. مروان سرحان دولا على 3 بوينت الثانيه ما بيسجلش يلم على طول. ايهاب امين، ايهاب بالبيهايند باك، ايهاب لكن هنا خطا شخصي ولا ايه؟ هنشوف فاول على انس اسامه. هذه الكره الاخيره لكيجو من امام عملاق كبير زي انس اسامه ينجح في تسجيل نقطتين ويعود الى خطا شخصي على انس اسامه لاعب نادي الاتحاد. هنا بيتم تعديل ال 24 ثانيه طبقا لاشاره كابتن وائل صبحي حتى يراها الفريقين. كوتش اوجوستي في حوار مع جهازه الفني كوتش احمد الجرحي والكوتش رامي قصر. اوتسايد اهلاوي. ايهاب امين يبدا الهجمه. ايهاب ايهاب سلم لكيجو بالهاند اوف مره ثانيه. ايهاب سلم للجندي. الجندي لسه جندي تحت الباسكت لكيجو، كيجو لف وارتكس كيجو لك المره دي حاول تراي ولو تراي ثانيه وينجح انه ياخد خطا شخصي وفاول لمصطفى كيجو. المحاوله الاولى نجح انس اسامه يعمل له بلوك لكن المحاوله الثانيه هيثم كمال قدر انه ياخد منه خطا شخصي. ادي المحاوله الاولى عدت وادي المحاوله الثانيه هنا هنا في خطا شخصي وفاول لصالح مصطفى كيجو. تو شوتس لكيجو علي يعود الى ارض الملعب. اعتقد انس اسامه هو اللي خرج وهبلغ حضراتكم انس اسامه كم خطا شخصي. 27-18 للاهلي والاهلاويه. كيجو على الفري ثرو الاول لا يسجل. ثالث محاولات على الفري ثرو او على الرميات الحره لكيجو ما بيسجلش. انس اسامه ثلاث اخطاء شخصيه. تريبل فاول في كوارتر ونص تقريبا. كيجو على الفري ثرو الثاني لكن ما بينجحش في التسجيل. هيتم الاعاده فعلا. انس اسامه ثلاث اخطاء شخصيه في نادي الاتحاد. ريسو الثانية وعادتها لكيجو ما بينجحش في التسجيل. ايهاب امين هنا اللاست تاتش على مين؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. قال اللاست تاتش على البوب ايهاب امين والاوتسايد لنادي الاتحاد. مايكل ديكسون هيتولى رقبته على طول. ايهاب امين مايكل لسه مايكل عايز يعدي قبل 8 ثواني عدى فعلا بالسكرين. لسه مايكل ديكسون اتعمل السويتش سلم على طول لهيثم كمال تحت الباسكت. هيثم راح وينجح في تسجيل نقطتين هدايا الفرق الى 7 نقاط. يعدي على طول ايهاب امين يبدا الهجمه. ايهاب يسلم للجندي. الجندي لإيهاب مرة تانية. مروان سرحان كريم حاتم بساط سريعة تنتهي عند عمرو الجندي. عمرو تحت الباسكت لكيجو. كيجو كيجو لسه كيجو يقلب على طول لمروان سرحان اسيست ولا أروع ينجح في تسجيل 2 بوينت جديدة لصالح الأهلي والأهلاوية. يوسع الفارق إلى 9 نقاط. مايكل ديكسون يتولى القبض على طول. هتشوف معاه على طول مرة إيهاب أمين ومرة كريم حاتم أو أبو نصر. ما ينجحش في التراي يلم على طول.
ايهاب امين في الاول زاويه. ايهاب في الاول زاويه الكيك اوت عند مروان. مروان في الاوبن شوت على الثري بوينت ما بينجحش التسجيل، تخبط كده في خلف البورد وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاتحاد. اوت سايد للاتحاد. دوله يبدا الهجم. دوله يقرب الملعب على طول لهيثم كمال على الاوبن شوت 3 بوينت، ينجح في تسجيلها هيثم كمال، يدعي الفرق الى 6 نقاط 29 23 للصالح الاهلي والاهلاويه. 24 ثانيه متبقيه على نهايه احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني. يستلم على طول مروان سرحان. مروان بالهاند اوف مع كريم، مره ثانيه تعود الى منتصف الملعب عن طريق ايهاب امين. زون ديفنس نادي الاتحاد. مروان سرحان يطلع كده بالكره تعمل السين مايكل ديكسون. مايكل في الاول زاويه فاصل بريك 3 على 3 ليوسف شوشه، يسلم على طول هيثم كمان ما بينجحش في التسجيل، لكن كيجو ديفنسيف ريباوند ولا اروع. حاضر يسلم ويهدى بملعبه على ايهاب امين. ايهاب نقطتين سجلهم ايهاب مقابلهم اربع او خمس خمسه ريباوند في احداث الكوارتر الاول الثاني. ادي الباصه هنا لكن ما بينجحش، يعمل السيل على طول هيثم كمال، يبحث عن دوله، وصل دوله، يبدا الهجمه. دوله دوله هنا نشوف في ايه. كره لصالح نادي الاتحاد. مقصوده طبعا داسوا على الاقدام بعض، لكن ما فيهاش حاجه الحمد لله. سلامات لكريم او دوله، اهم حاجه الاطمئنان عليه. استلم دوله على طول معاه كريم حاتم. لسه دوله بطبع ثقه من كريم حاتم. مايكل ديكسون، مايكل ديكسون، مايكل سلم لهيثم كمال، يقلب الملعب على طول، لكن هنا الستيل موجود على طول. تاني الستيل او محاولات لعمر الجندي في الاول زاويه ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول مايكل ديكسون. مايكل لازم يتم تعطيله. مايكل يقلب الملعب على طول في البيز لاين لدوله. دوله على 3 بوينت يشوط وينجح في تسجيل ثلاث نقاط وياخذ معاهم الاند وان وخطا شخصي وفاول على مروان سرحان. لو نشوفها في الاعاده مره ثانيه، ادي هنا الباص خطا شخصي وفاول على مروان سرحان. اند وان لصالح دول. خرج كيجو، هنشوف مين نزل مكانه. كوتش اوجوستي يدفع بمين بدلا من كيجو؟ يدفع بالبيك او عمر طارق. مصطفى كيجو نقطتين خمسه ريباوند واحد اسيست، دي ارقامه في احداث المباراه. اند وان لصالح دولا. عمر طارق مرتكب خطا وحيد ودولا على اند وان. ينجح في التسجيل، ده الفارق الى 28 29 27 29 باسكت هنا. هنستأنف المباراة. دولا 8 نقاط نجح في تسجيلهم في احداث الكوارتر اول ثاني، خمس محاولات ليه على 3 بوينت نجح في تسجيل، او اربع محاولات على 3 بوينت نجح في تسجيل. عمرو الجندي، عمرو يسلم على طول بيجو عمر طارق. عمر طارق لسه عمر طارق، لكن ترن اوفر كده على عمر طارق. ووك ومخالفه المشي بالكره اوت سايد لصالح نادي. ده الفارق بعد ما كان 9 نقاط ده الى نقطتين لصالح نادي الاهلي. تايم اوت، طاقم تايم اوت هنا. كوتش اوجوستي هو اللي بيطلبه. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالعادات ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. Here, let's clear. Leave a loud handle.
تجيبوش علي اوكي. لا ما بقول حاجه، لو عمر طلع هنا خلي البوست يطلع له وانا اللي هروح على هيثم كول ده سويتش ايرلي سويتش ايرلي. ده التايم اوت اللي طلبه الكوتش وجوستي. 29 27 لصالح النادي الاهلي، دقيقتين 44 سنة متبقية على نهاية احداث كوارتر ثاني. ما زال توب سكورر في النادي الاهلي هو براندون، اما توب سكورر دولا في نادي الاتحاد، والاثنين برصيد 9 نقاط. فالتوتال ريباوند كيجو هو اعلى ريباوند في احداث الفترة الاولى والثانية بخمسة ريباوند، وانس اسامة 3 ريباوند. بالاسيست براندون 2 وياسر صالح 3. رجعنا تاني لاحداث الكوارتر الثاني. الحيازه لصالح نادي الاتحاد. مايكل ديكسون على بدايه الهجمه. ديكسون نزل دلوقتي عمر عزم. اولى المشاركات ليه في احداث المباراه. مايكل ديكسون يسلم على طول هيثم كمان تحت الباسكت. هيثم في ال1 ان 1. هيثم اعتماد الفريقين على الانسايد خاصه قلب فوكات. يسلم لدوله. دوله على الميديم شوت شوت لكن قصيره. ديفنسيف ريباوند على طول من بيج او. يبدا الهجمه على طول ويسلم. ليه إيهاب عمرو يبدأ الهجمة. إيهاب عمرو الجن مرة تانية. عمرو على الأوبن شوت. عمرو 3 بوينت عمرو لكن ما بيجيش في التسجيل. تصل إلى شوشة. يوسف شوشة يستلم ويسلم لعادل. لونج باص على طول لهيثم كمال قطع ليوسف شوشة لوحده خالص على الأوبن شوت. 3 بوينت شوشة لكن ما بيجيش في التسجيل. تصل إلى البيج أو. سيطر على الكرة عمر طارق ويسلم لعمر عزب. يقلب الملعب على طول للبوب. إيهاب أمين. إيهاب 1 ان 1. إيهاب 1 ان 1 لسه. إيهاب لعمر عزب. عمر عزب اون 3. عمر عزب اون 3 بوينت ينجح في تسجيل 3 نقاط ويوسع الفرق إلى 5 نقاط. لكن غفلة كده وبلوك ولا أروع. يلحق على طول عمر طارق. بلوك ولا أروع بعد فص بريك من دولة. تصل إلى إيهاب أمين. إيهاب في الدرايف. إيهاب مع 2. إيهاب يهوش حلوة قوي. يسجل ايهاب نقطتين ولا اروع. يوسع بيهم الفارق البوب ايهاب امين الى 34 27. ده الفارق الى نقطتين بعد التايم اوت. 3 بوينت من عمر عزب وباسكت من ايهاب امين وما بينهم بلوك من عمر طارق. يطلب على طول كوتش احمد عمر تايم اوت. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالاعداد نرجع لحضراتكم مره ثانيه. كوتش احمد عمر. جماهير النادي الاهلي حاضره دائما وابدا في مدرجات للمؤازره دائما وابدا خلف الفرق الرياضيه المختلفه. كوتش اوجوستي والتعليمات الاخيره قبل استئناف اللقاء اخر دقيقه ونص في زمن احداث الكوارتر الثاني. تقدم النادي الاهلي بفارق 7 نقاط 34 27. كان التايم اوت الاخير اللي طلبه كوتش اوجوستي كان تقدم نتيجه 29 27 ثم عاد بعد التايم اوت ب 3 بوينت لعمر عزب ثم نقطتين لايهاب امين. يبدا مايكل ديكسون الهجمه. مايكل ديكسون عرض على طول بالسكرين. مايكل ديكسون قبله على طول مروان سرحان ميديم شوت. مايكل ديكسون لكن ما بينجحش في التسجيل. زق الكره كده وتصل الى دوله. يعود النادي الاهلي الى المان تو مان لكن ديكسون على اوبن شوت 3 بوينت ينجح في تسجيلها لده الفارق الى 4 نقاط مره ثانيه. يبدا الهجمه عن طريق ايهاب امين. إيهاب لسه إيهاب مع الكورة. أقل من دقيقة أعزائي المشاهدين عن نهاية أحداث الكوارتر الثاني. إيهاب في الدرايف. إيهاب في الميديم شوت لكن ما بيجيش في التسجيل. يحاول معها كده عمر طارق لكن عمر طارق بيرتكب خطأ شخصي. هل هو خطأ شخصي؟
خطا شخصي، ثاني الاخطاء الشخصيه على عمر طارق. مارتن من لاتفيا احتسب خطا شخصي على عمر طارق والحيازه لنادي الاتحاد. سيف سمير، يتم تغيير عمر طارق من سيف سمير للي هنشوفه دلوقتي مع كوتش اوجوستي. فعلا عمر طارق هيخرج، قد يكون في تفكير كوتش اوجوستي هو الحفاظ على فاولات عمر طارق لبدايه احداث كوارتر ثالث ورابع. في اقل من دقيقه قد يرتكب خطا شخصي او حاجه، فقال لك احافظ عليه، يبدا الهجمه على طول. دولا، دولا خد سكرين، دولا في الدرايف، دولا راح وصل، لكن هنا في خطا شخصي وفاول على مروان صحه. خطا شخصي وفاول على مروان صحه. ياسر صالح يعود الى ارض الملعب هو احمد ابو العلا بيبو. في تشكيله نادي الاتحاد واحمد دولا على الفري ثرو الاول، 9 نقاط احمد دولا، ريباوند وحيد واثنين اسيست، دي ارقامه في المباراه. دولا على الفري ثرو الاول. دولا على الفري ثرو الاول. لا يسجل. أظل الفارق 4 نقاط لصالح الأهلي والأهلاوية. في سلو تاني ورمية حرة تانية لأحمد دولا أو أحمد عادل. لا يسجل أيضا هيثم كمال، أوفنسيف ريباوند، لكن هنا في فاول وخطأ شخصي على إيهاب أمين. خطأ شخصي على إيهاب أمين. خطأ الشخصي الأول على البوب إيهاب أمين. براندون يعود الى ارض الملعب مره ثانيه. هيثم كمال على الفري ثرو الاول. هيثم الفري ثرو الاول. 34-30، نصف دقيقة متبقية، فري ثرو اول ينجح في تسجيله. هيثم كمال، نصف دقيقة متبقية على نهاية احداث الكوارتر الثاني، وهيثم كمال والفري ثرو الثاني ينجح في تسجيله. ده الفرق الى نقطتين لصالح النادي الاهلي. يبدا النادي الاهلي الهجمة على طول عن طريق ايهاب امين. ايهاب يقود الملعب. ايهاب، ايهاب في الدرايف 1-1، بنتريشن والاروع، باسكت كاونت 1-1، والخطا الشخصي على احمد ابو العلا بيبو. ينجح ايهاب امين في تسجيل نقطتين والاروع ومعاهم الاند 1. الدرايف هنا وفي وسط العمالقه يعدي على طول وينجح في التسجيل وياخذ معها اند 1 وخطا شخصي على احمد ابو العلا بيبو. 4 نقاط سجلهم ايهاب امين، كده 6 نقاط ومعاه الاند 1. عند 1 لصالح البوب ايهاب امين. كيجو يعود الى ارض الملعب بدل من عمرو الجندي. ايهاب على اند 1. ده يسجل، يلم على طول هيثم كمان من اعلى نقطه، يسلم مايكل ديكسون. مايكل لسه، مايكل عدى بالسكرينات. مايكل قبل الثمان ثواني. مايكل ديكسون لسه، مايكل عمل سويتش كده، استلم على طول سيف سمير في البيز لاين لبيبو على الميديم شوت، ما بينجحش في التسجيل. كيجو في الديفنسيف ريباوند ولا اروع، يسلم لبراندون. براندون يبدا الهجمه. براندون لسه، براندون لسيف سمير، سيف وثلاثات، سيف على اوبن شوت، سيف لكن ما بينجحش في التسجيل، تطلع اوت سايد، لكن هنا تنتهي معها صفره انتهاء احداث الكوارتر الثاني بتقدم النادي الاهلي بنتيجه 36-32. اعزائي المشاهدين، استراحه ما بين احداث كوارتر اول وثاني، نذهب بها سريعا الى استوديوهاتنا التحليليه بقياده كابتن هيثم السعيد وضيوف الكرام كابتن ميشو وكابتن سرعون. الكابتن هيثم السعيد، اليك الميكروفون.
شكرا للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وشكرا لضيوفه الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومتابعي ومحبي كره السله في كل مكان، معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم مره ثانيه في بدايه احداث كوارتر ثالث في فاينل الدوري وجيم 1 الاهلي والاتحاد نهائي دوري السوبر موسم 23/24. ستارت اللاين اب للنادي الاهلي: سيف سمير، براندون، ابو النصر، اياب امين، وعمر طارق. براندون يتولى المقدمه في البيست سكور او بيست افضل مسجلين بتسع نقاط. كوتش اوجوسيو تعليمات اخيره للاعبيه. انتهت احداث كوارتر اول 18/11 لصالح النادي الاهلي، واحداث كوارتر ثاني 36/32 للاهلي والاهلاويه. استطاع نادي الاتحاد بتسجيل 21 نقطه في احداث كوارتر الثاني، والاهلي 18 نقطه في احداث الكوارتر الثاني. على بركه الله بدايه احداث الفتره الثالثه والكوارتر الثالث من صاله استاد القاهره رقم 1. مايكل داكسون، يوسف شوشه، الحيازه لصالح الاهلي والاهلاويه. نشوف دلوقتي الخماسي نادي الاتحاد: يوسف شوشه، هيثم كمال، احمد ابو العلا بيبو، مايكل داكسون، واحمد دولا. الحيازه اهلاويه. ايهاب امين يبدا الهجمه. ايهاب يسلم على طول لسيف سمير، لبراندون في الهاند اوف بالسكرين مع عمر طارق. عدى براندون، براندون في البنتريشن على الميديم شوت شوت لكن ما بيسجلش في التسجيل. يوسف شوشه ديفنسيف ريباوند، اولى المحاولات الاهلاويه لا يسجل براندون. يبدا دولا الهجمه لنادي الاتحاد. دولا قبله على طول سيف سمير لاحمد ابو العلا بيبو تحت الباسكت في الميس ماتش الهيثم اللي بينجح في تسجيل اولى محاولات الكوارتر الثالث واولى نقاط نادي الاتحاد وتضييق الفارق الى نقطتين للصالح الاهلي والاهلاويه. ايهاب امين مان تو مان نادي الاتحاد. ايهاب يسلم لابو النصر تحت الباسكت لعمر طارق، مضغوط عليه ومعمول على التراب. اتعمل السويتش على طول ويسلم لابو النصر بيك اند رول مع عمر طارق. عمر طارق بشماله، عمر طارق يصل في الاخير ينجح في التسجيل. سيف سمير بلاس تاتش كده وينجح في تسجيل نقطتين ويوسع الفرق مره ثانيه 38/34 للاهلي والاهلاويه. دولا دولا لسه دولا دولا يبحث عن الثري بوينت، غير على طول استغل الميس ماتش مع هيثم لداكسون على الاوبن شوت في الميديم ينجح في تسجيل نقطتين وياخذ معاهم الاند 1 لصالح نادي الاتحاد. فاول خطا شخصي وهو الاخطاء الشخصيه على محمد ابو النصر وتضييق الفارق الى فرق نقطتين لصالح نادي. كوتش اوجوسي بيستدعي ابو النصر. مايكل داكسون 17 دقيقة لعب 7 نقاط تسجيل 2 اسيست و4 ريباوند. الافشنسي بتاعه او تأثيره 8. وادي الاند 1 لا ينجح في التسجيل وظل الفارق نقطتين للصالح الاهلي والاهلاويه. ديفنسيف ريباوند على طول حاضر عند البوب. ايهاب امين، ايهاب لسه ايهاب يسلم لسيف سمير تحت الباسكت وهنا خطا شخصي وفاول. اوفنسيف فاول على عمر طارق، ثالث الاخطاء الشخصيه على البيجو عمر طارق. ثلاث اخطاء شخصيه على عمر طارق. هل سيستدعي تغييره كوتش اوجوسي؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. واستعين بكيجو ام سيظل في الملعب؟ يبدا دولا الهجمه. دولا عدى دولا بالسكرين، عدى دولا لسه دولا يسلم لاحمد ابو العلا بيبو. بيبو لدولا مره ثانيه، دولا في البنتريشن يطلع كيك اوت عند بيبو، اكسترا باص عند يوسف شوشه. شوشه على 3 بوينت شوت لكن ما بينجحش في التسجيل. ايهاب امين ديفنسيف ريباوند في الاول زاويه. ايهاب في الاول زاويه، ايهاب راح، ايهاب سجل، ايهاب ونجح انه ياخذ معها الاند 1 للصالح البوب. ايهاب امين نقطتين للصالح الاهلي والاهلاويه، يوسع الفارق الى 36/40 لصالح النادي الاهلي. ادي ايهاب في الاول زاويه، ادي ايهاب في الوصول، ادي ايهاب في التسجيل ومعاهم الاند 1. اند 1 للبوب ايهاب امين. ايهاب على الاند 1. ينجح في التسجيل ايهاب.
تسع نقاط سجله ما يبقى مين، 7 ريباوند 2 اسيست، دي ارقامه في المباراه. وادي اوبن شوت لدولا لكن ما بينجحش في التسجيل على الثري بوينت، لما على طول عمر طارق ويسلم بدوره لهاب امين. ايهاب يبدا الهجمه، ايهاب طلب السكرين، قال له السكرين من سيف سمير بيك اند رول، لكن تخبط كده في بيبو وتطلع اوت سايد، يجدد معاه زمن الهجمه 14 ثانيه مره ثانيه. براندو سيف سيف اوبن شوت 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل. عمر طارق اوفنسيف ريباوند ولا اروع، يسلم على طول ويطلع كيك اوت عند ايهاب امين لبراندون مره ثانيه. براندون 1 ان 1، براندون درايف ولا اروع، والبلوك هنا حلو من احمد ابو العيله بيبو، على طول يلم مين دولا ويسلم لشوشه، شوشه ودنك ولا اروع من شوشه، ينجح في تسجيله ويضيع الفرق مره ثانيه الى 41 38 لصالح الاهلي والاهلاويه. تحت الباسكت عمر طارق لكن هنا في قطع شخصي وفاول على احمد ابو العلا بيبو لاعب نادي الاتحاد. هنا الدنك لشوشه، والاوتسايد اهلاوي انس اسامه، كوتش احمد عمر بيستدعيه، هيتم تغيير انس اسامه بيبو، يخرج بيبو وينزل انس اسامه، ثلاث اخطاء شخصيه انس اسامه، احمد ابو العلا بيبو 13 دقيقه لعب خمس نقاط، ثلاث ارباوند واحد اسيست، استلم على طول سيف سمير، سيف لايهاب امين، ايهاب لسه ايهاب، ايهاب على 3 بوينت ايهاب لكن قصيره ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول ديفنسيف ريباوند عن طريق مايكل ديكسون، مايكل يسلم لشوشه، شوشه على اوبن شوت في 3 بوينت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط ياتي بها بالتعادل الاول، ثلاث نقاط ياتي بهم باول تعادل في احداث الكوارتر الثالث 41 41. براندو يقلب الملعب على طول في السكيب باس لسيف سمير، سيف لسه سيف اتخطفت الكره منه، اتعمل ستيل عن طريق مايكل ديكسون، مايكل ديكسون يبحث عن من عن هيثم كمال اللي بيروح على الباسكت لكن ما بينجحش في التسجيل، على طول هنا اللاست تاتش على نادي اللاست تاتش راجل على نادي الاتحاد يا راجل، اللاست تاتش على مايكل ديكسون، باسكيز ومارتن هنشوفها مره ثانيه، هنا كره هنا خبطت اهي، اللاست تاتش هي على دولا، لاست تاتش على دولا، الاوتسايد اهلاوي بعد مراجعه كده ما بين فاسكيز من بورتريكو ومارتن من لاتفيا، الاوتسايد اهلاوي. تعادل الفرقتين الاول في احداث كوارتر ثالث، 6 دقائق 32 ثانيه متبقيه على نهايه احداث الكوارتر الثالث. جيم 1 نهائي دوري السوبر موسم 23 24، جيم الثاني ان شاء الله يوم 9/6 يوم الاحد القادم. بدايه الهجمه عند براندو، براندو يسلم على طول لايهاب امين، ايهاب في البيس لاين عند سيف سمير يعلق الكره كده ويسلم لكن هنا هنا في مخالفه الثلاث ثواني 3 سكند ايفالويشن على عمر طارق. يبدا الهجمه الدولة من نادي الاتحاد، دولة لسه دولة مع الكره، دولا يسلم مايكل ديكسون، مايكل في الدرايف، مايكل يلف ويطلع على طول في البيز لاين عند شوشه، شوشه يعمل يعني درايف واحد على واحد يسلم لانس اسامه، انس اسامه تقطع منه على طول للستيل عند براندون، براندون لفاست بريك سريع عند هنا مخالفه المشي والكره ترن اوفر جديد على النادي الاهلي عن طريق ابو النصر، ترن اوفر على ابو النصر. 10 ترن اوفر على النادي الاهلي او 11 ترن اوفر على النادي الاهلي مقابل 6 على نادي الاتحاد في احداث المباراه. هندوف على طول لدولا مان تو مان النادي الاهلي، انس اسامه راح السكرين لدولا، دولا في الدرايف يعلق لانس اسامه واليوب دانك ينجح في تسجيله اول تقدم في احداث الكوارتر الثالث عن طريق اليوب دانك لانس اسامه واسيست من احمد دولا 43 41 لصالح نادي الاتحاد. انتصار في احداث كوارتر الثالث، استلم على طول ابو النصر خد السكرين، سلم على طول لعمر طارق لايهاب امين مره ثانيه، ايهاب لسه ايهاب في الدرايف، ايهاب طلع لبراندون، براندون على 3 بوينت براندون لكن ما بينجحش في التسجيل، لاست تاتش على مين؟ لاست تاتش على عمر طارق ولا اوتسايد لصالح نادي الاتحاد، هل سيتم الدفع بعمق
الجندي، ده اللي هنشوفه دلوقتي. اعتقد في تغيير قادم في صفوف النادي الاهلي، خرج فعلا ابو النصر، هنشوف نزل مكانه مين فعلا. عمرو الجندي زي ما قلت لحضراتكم يستعين بيه كوتش وجوسي بدلا من محمد ابو النصر. بداية الهجمة عند نادي الاتحاد، مايكل ديكسون، مايكل لسيف سمير، من تمان لازال نادي الاهلي، يوسف شوشة، شوشة لأنس أسامة، يرمي الملعب على طول مايكل ديكسون، ديكسون في البنتريشن من الميدل، لسه ديكسون على الميديم شوت، ديكسون يشوط لكن ما بينجحش في التسجيل، على طول خرج عمر طارق، نزل كيجو اللي بيعمل ديفنسيف ريباوند وبيعدي من الملعب ايهاب امين، نقطتين لصالح نادي الاتحاد، لسه ايهاب يسلم لسيف، ياخد من سيف مره ثانيه، ايهاب امين يتعمل عليه تراب يسلم لكيجو، لسه عمرو الجندي، عمرو لسه عمرو يسلم لايهاب امين، الاكسترا باص عند براندون، براندون على ستري بوينت ما بيسجلش، يزق الكره على طول هيثم كمان لدوله، دوله يبدا الهجمه، دوله في الاول زاويه، دوله سلم لهيثم كمال، هيثم كمال اوبن شوت في 3 بوينت هيثم لكن اير بول، يلم على طول كيجو ويهدى على ملعبه ويسلم لعمرو الجندي، العقل المفكر عمرو الجندي، يبدا الهجمه في البيك اند رول مع سيف سمير، لسه عمرو، عمرو اختراقات عمرو، بنتريشن عمرو، يسلم حلو قوي لكن فكره حلوه قوي، عمل فيك باص كده لكن تخبط في قدم لاعبي نادي الاتحاد ويتجدد معاه زمن الهجمه والاوت سايد لصالح النادي الاهلي. عمرو الجندي ثلاث نقاط، لعب 11 دقيقة. براندون يسلم لسيف سمير، سيف لسه سيف يسلم لكيجو، سيطر على الكرة لبراندون، براندون لسه براندون، براندون في الوان ان وان، براندون براندون في الدرايف، براندون طلع كيك اوت، اكسترا باص عند الجندي، الجندي لكن هنا في ايه؟ صفرت ال 24 ثانية كانت هي الأسرع على النادي الاهلي، 24 سكند ايفالويشن على النادي الاهلي. نقطتين لصالح نادي الاتحاد، 43-41. 11 نقطة سجلوا من نادي الاتحاد حتى هذه اللحظات مقابل خمس نقاط سجلوا من النادي الاهلي في 11 كوارتر الثاني. بيكندرول كده ويسلم لهيثم كمال على اوبن شوت، هيثم كمال في 3 بوينت لكن لا يسجل، يلم كيجو على طول، أعلى ريباوند في المباراة هو مصطفى كيجو. استلم إيهاب أمين، إيهاب يهوش تحت الباسكت، سيف سمير، سيف سمير تحت الباسكت 1 ان 1، سيف سمير يلف ويرتكز بيمين والسيف لكن ما يسجلش، ديكسون على طول ديفنسيف ريباوند، سل يسلم لدوله، دوله يبدا الهجمه، 3 دقايق ونص متوقعه لنهايه كوارتر ثالث، دوله ميديام شوت ما بينجحش في التسجيل، تصل الى انس اسامه في الاوفنسيف ريباوند، انس يضغط عليه كده يسلم لمايكل ديكسون، مايكل على اوبن شوت، مايكل 3 بوينت، مايكل ينجح في تسجيل ثلاث نقاط يوسع بيهم الفرق الى خمس نقاط لصالح نادي الاتحاد، 46-41. يبدا سيف سمير الهجمه، سيف مع عمرو الجندي بالهاند اوف، سكرين لعمرو الجندي، ري سكرين مره ثانيه، يسلم لكيجو، كيجو على البيك اند رول ينجح في تسجيل نقطتين وياتي بيهم بدنك، يضيق الفرق مره ثانيه الى ثلاث نقاط. نجح النادي الاهلي في تسجيل سبع نقاط مقابل 13 نقطه في احداث كوارتر ثالث. وادي 3 بوينت لدوله لكن ما بينجحش في التسجيل، لكن هنا اوت اوف باوند كده او هيثم كمان لامس اللاين ويطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. سيف سمير الكابتانو يخرج ينزل مكانه مروان سرحان. براندون يبدا الهجمه، براندون لسه براندون لكيجو السكرين، هنا خطا شخصي وفاول على يوسف شوشة رقم 12 من نادي الاتحاد، اوتسايد اهلاوي، ده الفرق الى ثلاث نقاط بعد ضن كيجو. علي احمد رقم 42 يعود الى صفوف الملعب مره ثانيه، استلم مروان سرحان في الدرايف من مروان سرحان، مروان لسه مروان يطلع كيك اوت عند براندون، براندون بنتريشن من الميدل، براندون ينجح في تسجيل نقطتين يضيق الفرق معاهم الى نقطه وحيده لصالح نادي الاتحاد. يوسف شوشة يسلم لدوله، دوله مع براندون، مان تو مان نادي الاهلي، دوله لسه دوله، دوله
قطعت منه على طول، تصل عند عمرو الجندي اللي بيسيطر على الكره ويسلم على طول لبراندون. براندون يهدى على ملعب براندون ويسلم للجندي مره ثانيه. اقل من دقيقتين اعزائي المشاهدين على نهايه احداث كوارتر ثالث. كيجو تحت الباسكت، باك سبين ولا اروع، كيك اوت عند مروان، مروان في الاوبن شوت مروان لكن ما بينجحش. كيجو اوفنسيف ريباوند ولا اروع، يسلم لايهاب امين في البيز لاين، ايهاب بنتريشن، ايهاب وصل، ايهاب نجح، ايهاب في تسجيل نقطتين ويجعل المقدمه حمراء بيد ايهاب امين 47-46. تايم اوت يطلبه كوتش احمد عمر. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. 47 الاهلي 46 الاتحاد، دقيقه ونص على نهايه احداث الكوارتر الثالث. تايم اوت اللي طلبه الكوتش احمد عمر. تقدم النادي الاهلي بفارق النقطه الوحيده 47-46. نجح نادي الاتحاد ونادي الاهلي في تسجيل 11 نقطه كلا الفريقين في احداث كوارتر ثالث. كريم حاتم يعود الى ارض الملعب. تقدم النادي الاهلي عن طريق ايهاب امين، البنتريشن اللي بدا بيه من البيز لاين وسجله بشماله امام انس اسامه. يضغط النادي الاهلي في البريس فول كورت، يسلم لانس اسامه بدوره على طول، يسلم مايكل ديكسون. مايكل ديكسون لسه ديكسون معاه الكوره، ديكسون عدى ويسلم على طول لانس اسامه. انس في البنتريشن استطاع الاهلي ايقافه. يوسف شوشه، شوشه لسه شوشه، يسلم لانس اسامه معاه مروان سرحان. اخر الثواني، ثلاث ثواني، وادي هنا بنتريشن، لكن هنا في ايه؟ في هنا مخالفه المشي بالكره على انس اسامه، تيرن اوفر على نادي الاتحاد والاوتسايد لصالح النادي. دقيقة 17 ثانية متبقعة لنهاية أحداث كوارتر ثالث جيم 1. براندون يستلم على طول، يبدأ براندون الهجمة، يعود يوسف شحاتة إلى أرض الملعب مرة ثانية، يسلم ويستلم براندون بالهاند أوف. براندون لمروان سرحان، مروان لعمرو الجندي بالهاند أوف، طلب السكرين، جاله كيجو بالسكرين، عدى عدى في الدرايف عمرو الجندي بالفلوتر شوت، عمرو الجندي بالاند وان، ينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح الاهلي والاهلاويه عشان يوسع الفرق الى 49-46. واند وان وخطا شخصي على علي احمد رقم 42 من نادي الاتحاد. اند وان لعمرو الجندي 49-46. عمرو الجندي على اند وان ينجح في تسجيلها عشان تبقى النتيجه 50-46 للاهلي والاهلاويه. مايكل ديكسون مع كريم حاتم، مايكل مايكل لسه مايكل بالبيهايند باك، مايكل مايكل ضغط من كريم حاتم، مايكل لسه في البنتريشن، مايكل وينجح في تسجيل نقطتين كمان لصالح نادي الاتحاد. يبدا الاهلي الهجمه على طول، لا الفرق الى نقطتين لصالح الاهلي والاهلاويه. مايكل ديكسون، براندو بدايه الهجمه، براندو ايقاف للملعب مره ثانيه. هل هي الساعة؟ ما زلنا في انتظار، اعتقد هنا في حاجة في الساعة المتواجدة في ارض الملعب. كوتش اوجوسي بيستغل الوقت على طول، بيطلب تجميع اللعيبة عشان يلقي بيهم للتعليمات.
50-48 40 سنة متوقعة نهاية أحداث الكوارتر الثالث. لسانا في المباراة مرة ثانية. عمرو الجندي يستلم على طول من براندو بالسكرين مع كيجو. جندي يقف ويرتكز كده ويسلم لكريم حاتم. كريم بالسكرين عدى كريم. كريم في البنتريشن للجندي. لسه الجندي مع الكورة. الجندي في الاختراقات. الجندي في الميديم شوت لكن كيجو على طول يلحق بالفولو. روعة الروعة كيجو ينجح في تسجيل نقطتين يوسع الفرق إلى 52-48. استلم أنس أسامة. أنس عايز يسلم لديكسون. استلم ديكسون في البيز لاين. الضغط عليه من كريم حاتم يعلق لأنس أسامة لكن ما بينجحش في التسجيل وهنا خطأ شخصي وفاول على مروان صبحي. فاول وخطأ شخصي على مروان سرحان. شوتس لأنس أسامة زلوا الدكتور. أعتقد ما يتم تغييره دلوقتي ولا يتم تغييره بأحمد أبو العلا بيبو أم علي متواجد. خرج أنس أسامة. هيثم كمال يتم تغييره بهيثم كمال هو اللي هيشوط التو شوتس. اخر الثواني في عمره احداث كوارتر ثالث. تقدم النادي الاهلي والاهلاويه بفرق الاربع نقاط 52-48. هيثم كمال على الفري ثرو الاول والرميه الحره الاولى. هيثم والفري ثرو الاول ينجح في التسجيل ده الفرق الى ثلاث نقاط. هيثم والفري ثرو الثاني والرمى الحرة الثانية. ينجح أيضا في التسجيل. ده الفرق إلى فرق النقطتين 50-52 ثواني أخيرة. براندون مع البازر بيتر يشوط لكن ما بينجحش في التسجيل عشان تأتي معها صفرة انتهاء أحداث الكوارتر الثالث بتقدم النادي الأهلي بفرق النقطتين 52-50. أعزائي المشاهدين استراحة ما بين أحداث كوارتر ثالث ورابع ونعود إليكم فلا تذهبوا بعيد. احداث كوارتر ثالث. عدنا اليكم اعزائي المشاهدين للي ما كانش معانا. تقدم النادي الاهلي بفرق نقطتين 52-50 بالحيازه لصالح نادي الاتحاد. مايكل ديكسون هيثم كمال انس اسامه يعود الى ارض الملعب مره ثانيه. انا مايكل ديكسون لانس اسامه. انس بالهوك شوت ينجح في تسجيل نقطتين وياخذ معاهم الاند 1 لصالح انس اسامه. باسكت كاونت واند 1 لصالح انس اسامه ياتي بيهم باول نقاط واول محاولات في احداث كوارتر ثالث وتعادل الفريقين. في انتظار كريم حاتم ارتداء حذائه. انتهت احداث كوارتر الثالث بنتيجه 50-52 والان التعادل الاول في احداث الكوارتر الرابع. جيم 1 في البيست اوف 5 لنهايه دوري السوبر موسم 23-24 اند 1 لانس اسامه. انس والاند 1 ينجح في التسجيل. تقدم اول لنادي الاتحاد في احداث كوارتر الرابع 53-52. كريم حاتم في بدايه الهجمه. كريم كيجو عمر عمرو الجندي براندون وادي السكرينات والبيك اند رولز
باص الى كيجو، لسه عمر طارق عمرو الجندي سيطر عليه، عمرو في البنتريشن، عمرو في الكيك اوت، الاكسترا باص عند براندو لكن تتقطع على طول من يوسف شحاته، يوسف شحاته ومايكل ديكسون وانس اسامه هيثم كمال ويوسف شوشه، ديكسون مايكل ديكسون عمل سكرين كده وتعمل السويتش، مايكل ديكسون معاه يتولى الكابتن على طول مروان سرحان، انس اسامه لهيثم كمال، الهاند اوف على طول يوسف شحاته بالري سكرين مره ثانيه، يوسف شحاته في البنتريشن لكن تعمل ستيب حلو قوي من كريم، كريم في الاول زاويه كريم لكن هنا في خطا شخصي على هيثم كمال رقم سته والاوتسايد والحيازه لصالح نادي. الاوتسايد اهلاوي تقدم النادي الاتحاد فرق نقطة واحدة 53-52. الإعادة مرة ثانية وادي الستيل وادي الخطأ الشخصي على هيثم كمال. حوار ثلاثي ما بين جانيس وروبرتو مارتن حكام اللقاء في اي ار اس، مراجعة الاي ار اس، والنهارده متواجد معانا على الاي ار اس كابتن محمد سعيد. اعتقد ان الكرة الأخيرة هي الخاصة بالاي ار اس، هل هي هتحتسب ان سبورتس مان لايك فاول ام تحتسب خطا شخص عادي؟ هنشوف دلوقتي. جايتس وروبرتو فاسكيز هما اللي بيراجعوا الاي ار اس، هنشوف دلوقتي. خلي الكاميرا مع الحكام نشوف الحكم هيقول ايه. اعتقد ان هو خطا شخصي عادي واوتسايد لصالح النادي. اوتسايد اهلاوي. تعليمات من عمرو الجندي لي براندو. يحتفظ كوتش اوجستي بعمر طارق وايهاب امين على دكه البدلاء. براندو سلم لعمرو الجندي. طلب السكرين. عمرو الجندي. جندي في السكرين مع كيجو. جندي. يقلب الملعب على طول عمر حاتم، كريم حاتم، كريم على 3 بوينت لكن اير بول اوتسايد ولصالح نادي الاتحاد. 8 دقائق 49 ثانيه على نهايه احداث المباراه، كوارت الرابع، تقدم نادي الاتحاد بفرق النقطه الوحيده 53-52 اوتسايد لنادي الاتحاد. يبدا نادي الاتحاد الهجمه على طول. مايكل ديكسون. ديكسون في الدرايف مايكل على الميديم شوت مايكل لكن ما بينجحش في التسجيل، يلم على طول. عمرو الجندي يسلم لبراندون. براندون يبدا الهجمه. براندون لسه براندون بالسكرين عدى براندون بنتريشن. براندون راح براندون على براندون وادي هنا سكند شانس لكن ما بينجحش في التسجيل. كيجو يسلم يقلب الملعب على طول يوسف شوشه على 3 بوينت يوسف لكن ما بينجحش ايضا في التسجيل. كيجو على طول ديفنسيف ريباوند ولا اروع لكريم حاتم. اهدى كريم واحد على ثلاثه منتظر اللقطة في 4 و5 يقول براندون وسع سلم لكيجو يبدا الهجمه. كيجو يسلم على طول بالهاند اوف عمرو الجندي. عمرو في البنتريشن. عمرو يلف ويرتكز. عمرو يروح عمرو بالميديا بشوط. عمرو ما بينجحش في التسجيل. تصل الى كريم حاتم لكن خطا شخصي على عمرو الجندي. خطا شخصي على عمرو الجندي والحيازه لصالح نادي الاتحاد. احمد دوله يستعد للنزول بدلا من يوسف شحاته. توب سكورر في النادي الاهلي هو ايهاب امين برصيد 11 نقطه، مهيب في اول مشاركه ليه في احداث الكوارت الرابع. بدلا هنشوف بدلا من مين، اما توب سكورر في نادي الاتحاد هو مايكل ديكسون برصيد 14 نقطه. يبدا دوله على طول الهجمه. خرج براندون نزل احمد مهيب. دوله يسلم على طول مايكل ديكسون. مايكل بالسكرين لكن هنا في ايه؟ في هنا فيكتور فاسكيز من بورتريكو. وقف الملعب شاكك في اصابه هيثم كمال فهيتم تغييره. هل هيتم تغييره ولا لا؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. حوار جانبي كده ما بين فيكتور فاسكيز من بورتريكو وهيثم كمال. لم يسجل نادي الاهلي حتى هذه اللحظات ولا نقطه في احداث كره الرابع في حين نادي الاتحاد سجل 3 نقاط. على 3 بوينت الاهلي شايد 20 محاوله نجح في تسجيل 4 بنسبه 20%، اما نادي الاتحاد شايد 17 محاوله نجح في تسجيل 6 بنسبه 35%. في الجول
عدد محاولات النادي الاهلي 50 نجح في تسجيل 21 محاوله برصيد 42%، اما نادي الاتحاد 47 محاوله نجح في تسجيل 18 برصيد 38%. عدنا الى المباراه مره ثانيه، مايكل ديكسون بالسكرين، مايكل على طول يستخدم اللوحه، لكن سكند شانس هنا على طول حاضر من انس اسامه ويسجل نقطتين يعلي بيهم الفارق الى 55 52، ثلاث نقاط هو الفارق لصالح نادي الاتحاد. بالسكرين عمرو الجندي، لا زال عمرو الجندي متحفظ بالكره، عمرو الجندي في الدرايف واحد على واحد، عمرو يسلم لكيجو اسيست ولا اروع، لكن البلوك هنا من انس اسامه وتروح على طول لمايكل ديكسون ويصل الى ياسر صالح اللي بينجح في تسجيل نقطتين يوسع بيهم الفارق الى 57 52. على طول كوتش اوجوستي يطلب تايم اوت لايقاف تقدم الاتحاد، وسع الفارق الى 5 نقاط. تعال نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش اوجوستي، 52 57 لصالح نادي الاتحاد. عودة عمر طارق وهاب امين ومعاهم عمرو الجندي وكريم حاتم واحمد مهيب. ده الخماسي، النادي الاهلي اجرى تغييرين كوتش اوجوستي بنزول عمر طارق وهاب امين. لم يسجل اي النادي الاهلي لم يسجل ولا نقطه في خلال دقيقتين تقريبا 44 ثانيه او 50 ثانيه. بدات الهجمه الاهلي والاهلاوي عن طريق البوب ايهاب امين. ايهاب معاه ياسر صالح، ايهاب امين لسه الكره معاه، ايهاب بالسكرين مع عمرو الجندي في البنتريشن، ايهاب في الوصول لكن الستيل على طول من دولا اللي بيستلم على طول من انس اسامه. يبدا دولا الهجمه مره ثانيه، دولا مع احمد مهيب، براندون يستعد للنزول مره ثانيه. دولا عدى دولا بالسكرين، لسه دولا تولى رقبته كريم حاتم، دولا بالسكرين مره ثانيه مع انس اسامه في البنتريشن بيك اند رول، وانس اسامه وينجح في تسجيل 2 بوينت جديده لصالح نادي الاتحاد، يوسع الفارق الى 59 52 لصالح نادي الاتحاد. 7 نقاط هو الفارق لصالح نادي الاتحاد، نجح في تسجيلهم في احداث وبدايه الكوارتر الرابع. ايهاب امين بالسكرين، ايهاب مع عمر طارق، لسه ايهاب يسلم لمهيب، مهيب في البنتريشن، مهيب في الوصول، مهيب ناجح هنا ياخد فاول من احمد دولا، فاول وخطا شخصي على دولا رقم 7 واوتسايد لصالح النادي الاهلي. راندون على نزول بدلا من كريم حاتم، اوتسايد للاهلي والاهلاويه. براندون هيطلع الاوت، قطع له مهيب، راح مهيب سجل مهيب نقطتين في غفله دفاعيه كده من نادي الاتحاد، ينجح مهيب في تسجيل نقطتين كمان لصالح النادي الاهلي 54 59، ده الفارق الى 5 نقاط. اولى نقاط احداثها الكوارتر الرابع عن طريق احمد مهيب. دولا يبدا دولا الهجمه، مان تو مان النادي الاهلي وايضا نادي الاتحاد. دولا راح له بالسكرين انس اسامه، لسه دولا على 3 بوينت، دولا شوت، دولا نجح، دولا في تسجيل 3 نقاط لصالح نادي الاتحاد 62 54 لصالح الاتحاد، 8 نقاط هو الفارق. اعلى
على فرق النادي الاهلي وصوله في احداث المباراه كان 9 نقاط على النادي الاتحاد. لسه براندو 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 في الدرايف براندو ميديام براندو وينجح ان هو ياخد فاول وخطا شخصي على يوسف شوشه لاعب نادي الاتحاد بتو شوتس ورا 200 حرتين لصالح براندو. عشر نقطة سجلهم براندون، 2 ريباوند 3 اسيست وتو شوتس لصالح نادي هلا. براندون على الفري ثرو الاول ورمى الحره الاولى. خمس دقايق ونص على انتهاء احداث المباراه. اربعه وخمسين 62 براندون ورجع نبي ما بين ايهاب امين وعمر الجندي. تو شوتس ورا 200 حرتين لبراندون. براندون يسوى اول براندون ينجح في تسجيلها 55 62. براندون والفري ثرو الثاني. ينجح ايضا في التسجيل. ده الفرق الى 6 نقاط. دولا وادي ستيل هنا من ايهاب امين لكن هنا اوفنسيف فاول على ان سبورتس مان لايك فاول على مايكل ديكسون رقم 0. ينجح ايهاب امين يعمل ستيل وينجح ايضا في الحصول على خطا شخصي واوفنسيف فاول على مايكل ديكسون. ايهاب امين يذهب الحكام للاطمئنان عليه. سلامات للبوب. ايضا حاضر الدكتور مهند عضو مجلس اداره النادي الاهلي. نشوفها مره ثانيه. قطع هنا ايهاب امين حاول يسيطر على الكره لكن الايد اليمين من الاول كانت حاجزه كده ايهاب امين عشان ما ياخدش الكره. احتسب على طول الحكم اللاتفي مارتنز ان سبورتسمان لايك فاول. 200 وحيازه لصالح الاهلي والاهلاويه. ايهاب على الفري ثرو الاول لا يسجل. بيسلو تانية ورمي حرة تانية لإيهاب أمين لا يسجل. نسبة الأهلي على الفري ثرو 15 محاولة نجح في تسجيل 6. 15 نسبة ضعيفة جدا كنت تحدث عنها للسد التحليلي بقيادة كابتن هيثم السعيد لكن خلينا مع المباراة مرة تانية. براندون يبدأ الهجمة. براندون لسه براندون براندون اتعمل الستيل كده على طول من دولا يسلم لشوشة وشوشة راح في الاول زاوية ونجح في الاول زاوية ينجح في تسجيل نقطتين بضنك ويوسع الفرق مرة تانية الى 64 56. ترابات تصل الى مهيب. مهيب على الاوبن شوت في 3 بوينت. مهيب ينجح في تسجيل 3 نقاط ولا اروع مهيب عشان يدعي الفرق الى 59 64. 5 نقاط هو الفارق. دولا لسه مع الكرة. دولا ما زال دولا محتفظ بالكره مع ايهاب امين. دولا في الدرايف 1 على 1. دولا سلم لانس اسامه لكن هنا في صفره وهنا في ايه ووك وترافلنج مخالفه المشي بالكره على احمد عادل. دولا فيكتور روبرتو فاسكيز يحتسب الخطا التيرن اوفر على دولا. اوتسايد اهلاوي ده الفرق الى 5 نقاط. طلع عمرو الجندي على طول سلم لاحمد مهيب. مهيب في ال1 ان 1 مهيب مع مايكل ديكسون. لسه مهيب. مهيب فرصتك في الاوبن شوت. مهيب على 3 بوينت لكن ما بيرجعش في التسجيل. شوش على طول ديفنسيف ريباوند ويسلم لمايكل ديكسون. مايكل لسه مايكل ديكسون
مايكل ديكسون 1 1 خد السكرين راح مايكل ديكسون الكيك اوت عند ياسر صالح اكسترا باص عند دولا دولا من بعيد بيشوت 3 بوينت لكن ما بينجحش في التسجيل ايهاب مهيب ينجح في الديفنسيف ريباوند ولا اروع 4 دقائق متبقيه كوتش اوجوس بيقول اجروا طلع الكوره والعب 5 نقاط هو الفارق وادي في صفره مره ثانيه هنا المره دي عرفنا السبب هو لتامين سلامه اللاعبين نشوف ارضيه الملعب في تغيير عمله كوتش احمد عمر ما كانش عمله فعلا هو نزول هيثم كمال نشوف بدلا من مين بدلا من ياسر صالح اوتسايد اهلاوي براندون هيطلع الاوت لعب امين من البيز لاين في البنتريشن طلع كيك اوت عند مهيب مهيب ينجح بذكاء جدا ان هو ياخد خطا شخصي وفاول شوف تو شوتس تو شوتس تو شوتس لاحمد مهيب رميتين حرتين لاحمد مهيب تو شوتس ورميتين حرتين لمهيب مهيب على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل مهيب على الفري ثرو الثاني ورمى الحره الثانيه ده الفرق الى 4 نقاط احمد مهيب ينجح ايضا في التسجيل 6 نقاط نجح مهيب في تسجيلهم حتى هذه اللحظات في احداث الكوارتر الرابع بدات الهجمه عند انس اسامه انس عدى انس قبل 8 ثواني يسلم مايكل ديكسون مايكل لسه مايكل بالسكرينات مايكل يسلم لانس اسامه في البنتريشن انس يروح انس لكن هنا عمر طارق يعترضه بخطا شخصي وفاول لصالح انس اسامه بتو شوتس لصالح انس اسامه ثالث الاخطاء الشخصيه او الرابع ده اللي هنشوفه دلوقتي على عمر طارق بيرسونال فاول اعتقد ده الثالث أنس أسامة والفري ثرو الأول لا يسجل. أنس أسامة على الفري ثرو الثاني والرمية الحرة الثانية. لا يسجل أيضا، يلم على طول هيثم كمال أوفنسيف ريباوند ويسلم لأنس أسامة، أنس. لهيثم كمال. هيثم. لمايكل ديكسون مايكل في البنتريشن مايكل راح مايكل لكن هنا الكرة في الأخير عند في الستيل عند إيهاب أمين إيهاب لسه إيهاب في الأول زاوية إيهاب عمر طارق 4 أخطاء شخصية تأكدنا دلوقتي إن عمر طارق 4 أخطاء شخصية عمرو الجندي في الدرايف عمرو الجندي كيك أوت عند براندون أوبن شوت 3 بوينت روعة يا براندون ينجح في 3 نقاط ياتي بهم بالتعادل 64 64 عشان على طول كوتش احمد عمر يطلب تايم اوت لايقاف تقدم النادي الاهلي كيجو يواسي ويقول له كده يقول له عمر طارق ولا يهمك 4 اخطاء شخصيه عمر طارق واحد من القوى الضاربه والكي بلاير للكوتش اوجوسي تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالعادات في اخر دقيقتين 53 ثانيه تعادل الفريقين 64 64 One, two, three, two, one. Three, four, 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 three, four
انتهى التايم اوت اللي طلبه كوتش احمد عمر. توب سكورر في النادي الاهلي هو براندون برصيد 13 نقطه، اما توب سكورر في نادي الاتحاد فهو مايكل ديكسون برصيد 14 نقطه، ياتي وراه هيثم كمال برصيد 13 نقطه. النادي الاهلي ياتي وراه على طول ورا براندون 11 نقطه للبوب ايهاب امين، واحمد مهيب 7 نقاط، عمر طارق 4 نقاط. لا زال عمر طارق في الملعب، تعادل الفرقتين 3 دقائق و7 ثواني متبقيه على نهايه احداث المباراه. مايكل ديكسون، مايكل لسه مايكل يحاول كده يطلع له على طول في الهيدج سكرين على طول عمرو الجندي، لسه مايكل ديكسون، مايكل على 3 بوينت مايكل لكن ما بيرجعش التسجيل. سكند شانس على طول حاضر عند او ديفنسيف اوفنسيف ريباوند عند انس اسامه، كيك اوت لهيثم كمال على 3 بوينت ما بيرجعش في التسجيل، وادي البيج او في الديفنسيف ريباوند ولا اروع. يطلب كده براندون كوتش اوجوسي يقول له عدي. شوف البلاي اللي هيلعبها دلوقتي، سلم لعمرو الجندي، عمرو الجندي لسه عمرو، بنتريشن لعمرو، عمرو الجندي في الكيك اوت عند مهيب لكن ما اتصلش، تصل الى مهيب مره ثانيه، مهيب في البنتريشن روعه الروعه احمد مهيب، 9 نقاط ينجح في تسجيلهم وياتي بهم والنقطتين الاخرى ينجح في التقدم. وادي هنا مايكل ديكسون راح مايكل لكن بلوك ولا اروع، وهنا خطا شخصي وفاول على البوب ايهاب امين. حاول كده براندون ياخد اوفنسيف فاول من مايكل ديكسون لكن لعيبه الاهلي وقفت، هي نعيب عليهم بس ان هم وقفوا، كملوا لغايه مع صفاره الحكم. خطا شخصي على ايهاب امين. هنا خلاص كله وقف على السنة اوفنسيف فاول، استغل مايكل ديكسون على طول وهنا راح له ما لقاش حل تاني ايهاب امين غير ان هو يعمل الخطا الشخصي. نجح مايكل ديكسون في تنفيذ الفري ثرو الاول وتسجيله. مايكل ديكسون 15 نقطه نجح في تسجيلهم، فري ثرو ثانيه ورمية حره ثانيه لا يسجل، تصل ديكسون مره ثانيه. ديكسون عدى ديكسون مايكل ديكسون، وادي خطا شخصي وفاول مره ثانيه، المره دي هل هي على عمر طارق؟ هنشوف. عمر طارق ده الخطا الشخصي الاخير، الخطا الشخصي الخامس وتو شوتس لصالح مايكل ديكسون. هل كيجو هينزل؟ كيجو فعلا هو اللي نازل. عمر طارق 5 اخطاء شخصيه يخرج عمر طارق. كيجو ينزل مكانه كيجو. مايكل ديكسون على الفري ثرو الاول والرمية الحره الاولى ينجح في التسجيل ياتي بها بالتعادل. اخر دقيقتين و9 ثواني في احداث كوارت الرابع والمباراه. 66 66 فري ثرو ثانيه ورميه حره ثانيه لمايكل ديكسون. مايكل ينجح في التسجيل ياتي بها بالتقدم بفارق النقطه الوحيده لصالح نادي الاتحاد. براندون في بداية الهجمة. براندون ريجنال تشيلدرس. براندون. لسه براندون منتو من نادي الاتحاد. دولا يتولى رقابة براندون. بالسكرين مع عمر طارق. حصل السويتش رجع تاني دولا المانو. كروس اوفر سريع وادي هنا خطأ شخصي ولا إيه؟ لسه الكرة مع براندون. براندون لكن هنا أعتقد في فاول، أعتقد في فاول هنا. والواضح وصريح جدا على دولا. فاول وخطأ شخصي على دولا. وتو شوتس لبراندون. شوفها مرة تانية، ما كانتش هنا هتبقى هنا. تو شوتس لبراندون. براندون ريجنالد 13 نقطة، براندون 2 ريباوند 3 اسيست. براندون تو شوتس ورا 200 حرتين. فري ثرو اول ينجح في تسجيله براندون. 67 67 تعادل الفرقتين مره ثالثه او رابعه. براندون على الفري ثرو الثانيه ورمى الحره الثانيه. براندون لا يسجل، يلم على طول هيثم كمال يعمل الدليل كده معاه. كيجو يبدأ الهجمة عن طريق دولا. دولا من الاتحاد يبدأ الهجمة. دولا
السكرين معانا سوسامة دولا في البنتريشن. دولا لسه دولا مع الكرة يتولى رقبته على طول براندون دولا. اخر الثواني في زمن الهجمة دولا وترابات دولا وهنا خطأ شخصي وفاول على براندون. خطأ شخصي وفاول على براندون. تاني الاخطاء الشخصية على براندون وتو شوتس لدولا. دولا على الفري ثرو الاول ينجح في التسجيل. دولا والفري ثرو الثاني. ينجح ايضا في التسجيل. يصل الفرق الى فرق باسكت او نقطتين لصالح نادي الاتحاد. ياسر صالح يعود الى ارض الملعب مره ثانيه. يبدا الهجمه عمرو الجندي. عمرو الجندي بالسكرين مع كيجو. عمرو في البنتريشن. عمرو لسه عمرو الجندي مع الكوره. هيثم كمال يتولى كابتن. عمرو 1 ان 1 عمرو الباك سبين والباك بيفوت. عمرو راح وصل ونجح ناخد خطا شخصي وفاول لصالح عمرو الجندي والخطا على هيثم كمال رقم 6 من نادي الاتحاد. ياسر صالح يخرج ينزل مكانه مايكل ديكسون. عمرو على الفري ثرو الاول الرمية الحرة الاولى. عمرو الجندي ينجح في التسجيل. ده الفرق الى نقطة وحيدة. فري ثرو ثاني ورمية حرة ثانية لعمرو الجندي. ينجح ايضا في التسجيل ياتي بقى بالتعادل. يبدا الهجمه على طول انس اسامه. انس يسلم على طول لهيثم كمال. هيثم بالهاند اوف مع شوشه يوسف شوشه لمايكل ديكسون. مايكل هيثم تحت الباسكت يلف ويرتكز بالهوك يروح ما ينجحش في التسجيل. يلم سكند شانس مره ثانيه والمره دي ما ينجحش. لكن هنا في ايه؟ هنا في صفره وبتقول خلينا مع الحكم خلينا مع الحكم. تو شوتس والخطا على عمرو الجندي. تو شوتس وفاول على عمرو الجندي. خطا شخصي على عمرو الجندي والتو شوتس لهيثم كمان. لا يسجل الفري ثرو الاول الرميه الحره الاولى هيثم كمان. عمرو الجندي تاني الاخطاء الشخصيه. هيثم كمال على الفري ثرو الثاني لا يسجل. يلم كيجو على طول 13 نقطه سجلهم هيثم كمال وينجح الاهلي في الديفنسيف ريباوند. يبدا براندون الهجمه. براندون يسلم لعمرو الجندي. الجندي كيجو بالسكرين. كيجو عمرو الجندي لا زال معاه الكره يسلم على طول لبراندون. براندون لسه براندون. براندون على 3 بوينت براندون لكنه قصيره ينجح على طول في الديفنسيف ريباوند عن طريق انس اسامه. ثواني اخيره على نهايه احداث المباراه. انس اسامه بالهاند اوف معاه دولا يسلم لهيثم كمال لوحده خالص يروح لانس اسامه. انس اسامه ينجح في تسجيل نقطتين تايم اوت على طول يطلب الكوتش اوجوستي في اخر الثواني في غفله دفاعيه تامه من لاعبي النادي الاهلي. ينجح الاتحاد في تسجيل نقطتين على طول. كوتش اوجوستي يطلب تايم اوت. النتيجه الان 71-69 تسع ثواني متبقية. ادي الكرة هي الأخيرة حصل هيثم كمال كان لوحده خالص نجح ان ياخد الكرة من على الهاي بوست كده وصل وسلم الكرة وعمل اسيست لأنس أسامة وأنس أسامة سجل نقطتين. تعالوا نسمع التعليمات نستمتع بالعادات في جيم 1 ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. Thank you.
التايم اوت اللي طلب الكوتش وجوسي اللي هيبدا الهجمه من منتصف ملعب نادي الاتحاد. هل سينهيها بالتو بوينت وياتي بالتعادل ثم الاكسترا تايم او الاوفر تايم، ام سيجازف ونو ريسك نو فان بالثري بوينت عن طريق براندون او عمرو الجندي او مهيب؟ الخماسي اللي في الملعب يجيد البرسنتج، يعني عنده برسنتج كويس على الثري بوينت، لكن واضح كده ان هو هيبدا كوتش اوجوستي من نصف ملعب. 11 ثانيه متبقيه على نهايه احداث المباراه. استلم على طول براندون، براندون عدى، براندون قبل الثمان ثواني، براندون براندون في البنتريشن، براندون يلحق براندون، لكن هنا الاوت سايد على طول لصالح نادي الاتحاد. هيراجع اي ار اس جايد سيلانس، هيراجع الاي ار اس اللاتفيس، هيراجع الاي ار اس. شوفها مره ثانيه، شوف الاي ار اس هيقول ايه. طب نرجعها كده من الاول برضو، يعني نرجعها كده بالبطيء من الاول، نرجع تاني، نرجع تاني، نشوف ياسر صالح بس ايده كانت فين، نرجع تاني رقم 20، ارجع ارجع ارجع، شكرا لمخرجنا على الرجوع، كمان مره كمان مره كمان، ايوه قدم بقى تاني، نشوفها مرة تانية ياسر صالح، هل ايده هنا لمست ام قدم انس اسامة؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. طيب لو ما حصلش كده او كده هنشوف دلوقتي الاي ار اس هيقول ايه، هل هي اوتسايد لصالح نادي الاهلي ام خطأ شخصي لصالح براندون؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. زلنا في انتظار روبرتو فاسكيز من بورتريكو وجايتس سيلانس من لاتفيا، بيراجعوا الاي ار اس مع كابتن محمد سعيد. تقدم نادي الاتحاد بنتيجه 71-69، 4 ثواني متبقيه على نهايه المباراه. اعصاب متوتره في جيم 1، فكر حضراتكم الجيم الثاني او جيم 2 ان شاء الله يوم الاحد 9/6. شوفها مرة تانية هنا، شكرا لمخرجنا على الإعادة. ادي هنا براندون ومعاه دولا، هل هنا قدم انس اسامة فيها خطأ شخصي ولا ايه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. فيها دفعة يعني قصدي، ده اللي هنشوفه دلوقتي. الاي ار اس هنشوف دلوقتي الاي ار اس هيبلغ ويقول ايه، والاوت سايد لصالح النادي الاهلي، هل هي فاول او اوت سايد؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. وتايم اوت يطلبه كوتش اوجوستي، اعتقد كده فاول وخطا شخصي او عفوا اوتسايد لصالح النادي. تعالوا نسمع التعليمات، نستمتع بالاعداد ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
التايم اوت اللي طلبه كوتش اوجوستي، 4 ثواني متبقيه على نهايه المباراه. تقدم نادي الاتحاد على النادي الاهلي 71-69. اوتسايد اهلاوي، براندون هيطلع الاوت. براندون كايتس بيبلغ اللعيبه بالتعليمات الخاصه بالتايم بالاوتسايد، وادي اوتسايد مره ثانيه على مايكل ديكسون. اوتسايد ثاني، اعتقد 3 ثواني ونصف تقريبا على نهايه الكوارتر والمباراه. براندون هيطلع الاوت المره الثانيه. براندون سكرينات، وادي هنا ايهاب امين، ايهاب يلحق، ايهاب يشوط، ايهاب لكن تاتي معها صفره انتهاء احداث كوارتر رابع والمباراه بفوز نادي الاتحاد على النادي الاهلي 71-69 في جيم 1. مبروك لنادي الاتحاد، حظ اوفر للنادي الاهلي. اعزائي المشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعه والمشاهده، على ان نلقاكم باذن الله في جيم 2 وحظ اوفر للنادي الاهلي في الدفاع عن لقبه. كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن المشاهده والمتابعه. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع، والان سنذهب الى الاستوديو التحليلي بقياده كابتن هيثم السعيد. كابتن هيثم اليك الميكروفون.